بحييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في. بالطبع الشعب اللبناني اللي عبر امبارح بصوت واحد لا ثقة، فاليوم نالت الحكومة الثقة، وبالتالي كلنا بانتظار الأيام المقبلة قدي بدها تجيب معها من الأمال للبنانيين يلي عايشين بالتقنين، تقنين بمالهم، تقنين بالكهرباء، تقنين بالمي، ماشيين على التقنين وكأن هالمسلسل ما رح ينتهي للأسف الشديد. وبالتالي أنا كمان بدي حيي كل الثوار يلي مبارح طبعاً تعرضوا لخراطيم المي والمطاط والما، تركوا نوع من الأنواع ضرب وخبيط واللي بدكن ياه، حتى ليه؟ لأنه قالوا لا، وكأن نحن ببلد ما فينا نقول لا، لازم دايما نقول ايه على كل شيء. لا، ما رح نقول ايه على كل شيء، لأنه الأمور منا وردية. إذا البعض شافها وردية، الأمور عم تتفاقم، حياة الناس اليومية بخطر، وبالتالي برجع بقول ما بيقدر اللبناني يعيش مثل ما بدكم تعيشوه هلأ. هيدا موضوع بده إعادة نظر بعمق، وبالتالي الكل بالانتظار، لأنه ولا مرة فقدنا أمل بهذا البلد، لأنه بلد قديسين، ولأنه في عالم بالفعل مجذرة فيه، ولأنه عنده مواطنة صالحة. يا ريت كلنا بيكون عندنا هالمواطنة الصالحة، وبعتقد في كتير من الأمور بتنحل، مالية وغير مالية. رح بلش حلقتي بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم، واسمي هبروت وجبل لبنان، ببين عم بتذكر فيه انه وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2020 اعتبارا من 13/1/2020، وجمع دعي جميع المشتركين الى تسديد بدلات المي المترتبه عليهم عن العام الحالي الى الجوبات المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها، او للبل يرغب في شركات كمان تاني اونلاين وغيره. وبالتالي كمان بتقول وبتذكر انه تحسسا منا للظروف الاقتصاديه اللي عم بتمر فيها البلد من جهه، وتحفيز المخالفين لتسويه اوضاعهم من جهه ثانيه، عمدت الى الاعفاء من غرامات التاخير على بدلات الاشتراكات العائده للعام 2019 وما قبله بنسبه 85% لغايه 31/12/2020، تقسيط البدلات المتاخره على الاعوام السابقه للعام 2020 لفتره اقصاها 31/12/2022. عفوا، تقسيط بدلات اصدار العام 2020 لمن يرغب من المشتركين لاربع اقساط متساويه كحد اقصى، تخفيض بدل تاسيس الاشتراكات الجديده للابنيه الموصوله بشبكات المي بما نسبته 60% للاشتراكات المياه بالعيار و 78% لاشتراكات المياه بالعدات، تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبه 90%. أصبح بإمكان جميع المشتركين السابقين لدي اللي بيترتب عليهم ذمم مالية بدلات مي مؤجلة أو موجبة على اشتراكهم السابق تسديدها أو تقسيطها بدوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع إلى المركز الرئيسي بجادة سامي الصرح بدر. ذكرت أيضا المشتركين أن أوقات فتح وإقفال الصناديق في دوائر التوزيع هي من يوم الاثنين للخميس من الساعة 8:15 صباحا ولغاية الساعة 3 بعد الظهر، باستثناء يوم الجمعة بحيث بتكون من الساعة 8:15 ولغاية الساعة 10:30. وأملت من المشتركين تجاوب مع الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، معتبرة هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444. باخذ أول اتصال لليوم. ألو. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا. معك دكتور محمد كريم من الفاكهة. أي أهلين دكتور. من الفاكهة البقعة الشمالي. أي أهلين. فنحن عندنا مشكلة صارنا 3 أسابيع ما عندنا لا انترنت ولا عندنا تليفون. نعم. وحكينا مع الأوجيرو، صرنا يعني تقريبا كل يوم بنحكي وبيوعدونا بكره بصير وبكره بنصلح لكم اياه، ولحديت هلا 3 أسابيع ما في لا تليفون ولا انترنت. معك حق. فما بعرف اذا فيكم تساعدونا بهالموضوع لنشوف كيف بنلاقي حل ممكن معهم.
للحقيقة ما بعرف ليش أوجيرو مقصرة كتير بصيانة الهاتف، خصوصا الهاتف الثابت يعني، وخصوصا أنتوا لما عم تسألوا عن الهاتف لأنه مرتبط صار بالإنترنت. مش عندك بس استاذ بالفيكة، بعدة مناطق لأنه أكثر من 3-4 أشهر في أعطال عم بتصير وما حدا عم بيصلحها، وبنسمع أنه معاشاتهم يا لطيف والدنيا بألف خير عندهم، بس عند الناس أبدا مش بألف خير. يعني أنا بدي أشوف ليش بالفيكة ما صار في تجاوب من 9 أيام لليوم، ما بعرف إذا التأس، إذا عندكم تلج؟ بعدك معي؟ مسكرة طريق؟ عندكم تلج؟ في جليد؟ ماني عارف إذا كان هذا هو العائق بفهم، بس إذا غير هيك لا، مش مفروض بقى نسكت عن شيء. أصلا نحن بالبرنامج ما عم نسكت عن شيء. باخد اتصال آخر. ألو؟ 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 يعني في حدا على الخط بس. ألو؟ 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 لكن حد نقطع الخط، في بعد على حدا على الخط؟ ألو؟ متابعات. بمتابعتنا لليوم، بما انه حكيت بموضوع المي بالبدايه، في كتار عم يسالوني عن التقسيط يلي هو محدد، يعني صار قسط السنه بنقدر نقسطه على عده دفعات، كل دفعه على اساس 80,000 ليره، ولكن بالحساب ببين انه كل دفعه رح تكون 91,000 ليره لبنانيه، لانه رح ينزاد عليها رسوم. من هيك المواطن يلي بده يقسط فاتورة المي مثل ما طلبت مياه بيروت وحددتها بثلاث دفعات، كل دفعة أساس 80,000 رح ينزاد عليها بين رسوم وطوابع، يعني بصير القسط الشهري أو القسط الفصلي إذا بدنا نسميه 91,000 حتى تكونوا عارفين. كمان بمتابعتنا بموضوع الكهرباء، يعني الست اتصلت فينا عم تقول بشوي فات انه ما عم يقدروا بلا كهرباء لانه عم بضم يطق الديجونتور وما عارفين شو بدهم يعملوا. في كثير بعض من اللبنانيين بيتصلوا بكهرباء لبنان على الخط الرباعي، بدي اقول له ما بقى في خط ساخن بكهرباء لبنان. يعني بدي ارجع اذكر كمان كل المشتركين بلبنان انه اليوم في مقدمي الخدمات، مقدمي الخدمات بالمناطق هن اللي صاروا اليوم مولجين بصيانة وطبعا الأعطال وغيره. يعني لما بيكون في عطل ما بتتصلوا بكهرباء لبنان، بس أرجع أعطي الأرقام حسب المناطق وأكيد رح تشوفوها على الشاشة كمان بنفس الوقت. الرقم طبعا للمشاركين بالمتن الشمالي كسروان جبيل ومحافظة الشمال خطبة زبائن شركة بوس، الرقم هو 06-742-642. عفواً 642-742، أنا عم غلط. للمشاركين بمدينة بيروت ومحافظة البقاع خدمة زبائن شركة الكافي آ، رقم الاتصال فيهم بيكون على 01-262-999. أما المشاركين بالمتن الجنوبي بعبدة علي الشوف خدمة زبائن شركة NEU، رقمهم 01-571-671. أما زبائن خدمة زبائن شركة مراد هي لمحافظتي الجنوب والنبطية، رقمهم 1597، رقم رباعي 1597. بتمنى انه يعني حسب كل واحد بمنطقته يسجل هالارقام مثل ما بيسجل رقم الصليب الاحمر والدفاع المدني وغيره، فينا نسجل ارقام تليفون الصيانه اذا في اعطال او لا سمح الله اي شيء بيتعلق بالكهرباء بمقدمي الخدمات حسب كل واحد بالمحافظه والمنطقه تبعه. باخذ اتصال. الو، مساء الخير مدام رابيكا. اهلا فيك، تفضلي. حبيبتي انا عندي شغله، انه انا كنت عندي ضمان اختياري، نعم، بس وقف شغل جوزي ومرض يعني وما قدرت ادفع، هلا صار معه جلطه، نعم، ضغطه 22 على 11. سلامتك. رحت على الضمان قلت لهم في 1,200,000، قلت لهم انا بعطيكم هلا 300 بس ادخل جوزي، ما قبلوا الا ادفع المبلغ
حتى اذا دفعت المبلغ ما بفوتوا على الضمان لافوت على الوزاره. شو بدي اعمل؟ انا مريضه وجوزي مريض وما بيشغل، شو بعمل يعني؟ هلا اخاف ما يصير له اي جلطه. رحنا اخذناه على المستوصف هون، قال له بدك تفوت على المستشفى يمكن بدك رصاص، وهونيك بدهم مصاري مشان لحتى شو اسمه يطلعوني بس من الضمان. اتضايق لك مدام، اتضايق مدام، اتضايق لك منك دافعه قصه الضمان كم شهر؟ الي شي 6 شهور. ست شهور ما بلغتي الضمان؟ بلغتيهم بوقتها؟ تفضلي تفضلي. تفضلي حكيهم وقال لهم ما سمعتك. الو انا بدي اسمعك. تفضلي حكيهم. ايه حبيبتي شو انا بدي اقول لك. لا لما راح سلفك حكيهم شو قالوا له من 6 شهور؟ لا لازم تدفعهم، بدك تدفعهم كلياتهم لنطلعوا من الضمان، مش انه لحتى يرجع يمشي الضمان. انا تدبرت 300,000، قلت له قال له سلفي انه خذ 300,000 بس يشتغل بصير بيعطيك. ما بقدر لا اقدم ادويه، عندي ادويه الدنيا ولا عم بقدر بعمل شيء، وحتى اذا بالوزاره صار له شيء هلا ما في يفوته لانه هو محجوز بالضمان. صحيح. شو بعمل؟ لا لك شغله، اتركي لي رقم تليفوني. نعم. اتركي لي مع كورين، اتركي لي مع كورين رقم التليفون. بس اقول لك شغله، هلا فيك تسمعيني على التلفزيون. انا صرت هيك مية يعني عده مرات عم بقول الضمان الاختياري يلي بيدفعوا كل 3 اشهر 270,000 ليرة. يعني اذا مره وحده ما دفعوا دغري كأنه بينهولون الضمان. هيدا الشيء ما بيجوز بهذا البلد، ما بيجوز خصوصا مع أزمة اقتصادية معيشية مالية حاليا. فرضا هالست راحت على البنك من 3 أشهر أو من 6 أشهر ما قدرت، سحبت 300,000، شو كانوا بيعملوا؟ شو بيقولوا للبنك؟ بدي أخذ بس مثل يعني وين عايشين. هيدا موضوع لازم نحل مع مجلس إدارة الضمان، انه كل المضمونين الاختياريين يلي من وقت من بعد 17 تشرين ولليوم كل يلي ما قدر دفع قسطه الفصلي مفروض ينعمل تدبير ما. يعني هالست شو بتعمل؟ هي مريضه، جوزها مريض، مضطرين لانهم يطبوا بفوتوا مستشفى. طيب ما قدروا دفعوا لانه ما معهم ندفعوا، طيب شو بيعمل؟ نتركهم بلا استشفى؟ ولا على الوزارة معها حق لأنه هي اسمها مسجل على الضمان، ما بتقدر تتطبب على حساب وزارة الصحة. والضمان مش بس هيك يعني، رح ياخد منها هالمصاري معها حق ورح يقول لها أنت منك مضمونة. طيب هي اللي بدها إياه، بدها تطبب جوزها، شو كيف بتعمل؟ يعني مين بيقدر يحل هذا الموضوع؟ يعني عدة مرات عم بحكي بموضوع المضمونين الاختياريين لأنه كمان بقيوا السنة ما حدا دفع لهم فاتورة على السنة، ومع عدة اتصالات ودعامي ما بيصير. انتوا اذا تأخروا شهر بتلغولن، هن انتوا لكم سنة مأخرين حتى تعطوهن، ما يعني هيدا حقهم كمان يكون في معاملة بالمثل اقله. هيدا موضوع مدام، انا تقلك شغلة بدي اشوف بأي طريقة اقدر ساعدك تيقدر جوزك يطبب. ما فينا نموت الناس كمان، نحنا ما بنقدر نقولن للعالم ما فيكم تفوتوا على المستشفى لانه هن ببالهم مضمونين، ولانه هلا ما بقى عندك ضمان ابدا لانك تاخرتي عن دفع من 6 أشهر لليوم. هيدا الشيء ما بيجوز. بتمنى على وزير الصحه الجديد الاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، على وزير العمل يلي هو كمان مسؤول بموضوع الضمان الاجتماعي كوزير وصايه، وعلى كل الموجودين بمجلس الإدارة ياخذوا بعين الاعتبار هذا التعديل بالضمان الاختياري، لأنه اليوم ما عم ياخذوا أبدا بقى على الضمان الاختياري، ولكن يلي موجودين فيه حاليا مفروض يتخذ لهم إجراءات معينة، وإلا كمان هن بحق لهم يرفعوا شكاوى على الضمان الاختياري، على الضمان أنه هن ما عم يستوفوا الفواتير بالوقت المناسب. يعني في شيء مش ظابط بهذا الموضوع. باخذ اتصال اخر. الو الو بونجور. بونجور مدام. مدام روبيكا يعطيك العافيه، اهلا فيك، تفضلي. لك حبيبي، كمان نحن موضوع الضمان الاجتماعي عم نحكي، بدنا نقول لك صرنا مقدمين الادويه والهيدا ضمان بالاشرفيه
من سنة ونص أدوية وصور وإشياء ما عم بيعطونا. لا مدام هلا ضمان عادي ولا اختياري؟ عادي يا قلبي. لا مفروض ابني أنا بال خليكي معي، مفروض يكونوا يعني هلا كل مراكز الضمان بلبنان اخذت سلفات من هلا لاخر السنه، صار عندهم سلفات ماليه. هلا اذا انت عاطينك موعد بشباط بتقبضيها هلا، امتى كانوا عاطينك موعد حتى تقبضي؟ ايه قالوا لي تتراجعي. لا ما قالوا لي شيء. اي متى بسالون يعني؟ اي متى رحتي اخر مره مدام؟ من 3 أشهر. لا روحي هلأ، لأنه هلأ صار فيه مصاري. هيدا بالنسبة للضمان العادي، المراكز صار فيها مصاري، بس بالنسبة للضمان الاختياري من هلأ لأول شهر الجاي مفروض كمان يصير فيه مصاري للضمان الاختيار. أوكي واضح؟ راجعي الضمان الأشرفية، مفروض يكون صار فيه مصاري وتقدر تقبضي. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. الو، يعطيك العافيه مدام. اهلين مدام، بدي احكي اذا بتريدي عن قانون هالايجارات اللي ظلمنا كثير. نعم الله ينعم عليك. هذا القانون عم يحاولوا عدد كبير من المالكين ينفذوه علينا اليوم. نعم علما انه هو فعلا قانون جائر جدا. هو اسمه قانون ايجارات، يعني اذا الانسان ما بيقدر يشتري بيت حتى يقدر يستاجر بيت. نعم. القانون المعمول هو من شان رفع قيمة الإيجارات إلى حد ما يقدر الإنسان يدفع الإيجار ولو يقدر يشتري بيت، وبعد فترة زمنية بيطلع من بيته. وعلما أنه نحن من الجماعة يلي دافعين خلوات، يعني قبل ما نفوت على البيت دفعنا خلو للي قاعد فيه، وإجا المالك عمل أجار جديد علينا بهيداك الوقت يعتبر غالي جداً. مش مضبوط انه نحن من 30 و40 و50 سنه عم ندفع اجار بسيط، مش حكي هذا حكي، مش مضبوط. في زودات متتاليه فرضت علينا لحد التسعينات دفعناها كانت تشكل جزء كبير من رواتبنا الشهريه وتشكل عجز مالي علينا بالبيت نتدين حتى ندفع. هاي وحده. وحده ثانيه، كل القوانين الدوله ما قادره تدفع معاشات، ما قادره تدفع ضمان، ما قادره تدفع تطبيب لاهلها، ما قادر تدفع تحسن وضع المدارس، ما قادر تعمل شيء. فقط أنا المستأجر قادر أدفع هالزودات وأحوال منيحة، فقط أنا لا غير. وكل الباقيين مش قادرين، كل هالرأسماليين مش قادرين إلا نحن المستأجرين القدامى. أي وحدة. تأثير هذا القانون مش علي شخصيا بالسكن. نعم. أنا ابني اللي عم بيروح على الجامعة هلأ بس اطلع يقعد بضيعتي، قادر يجي من ضيعتي على بيروت منشان يتعلم بالوقت اللي ما في جامعة بالنبطية وما في جامعة بالصور وما في جامعة بعكار وما في جامعة ببعلبك إلا بعض الاختصاصات الخاصة حتى يتعلموا فقط أبناء هدول الجماعة اللي قاعدين هلأ المتربعين على جهاز مجلس النواب وجهاز الحكومي، جهاز هذه أجهزة حتى يتربعوا على عروشهم. ونحن يلا فلو كل واحد منكم تقعد تحت شي جسر مش مشكلة. المطلوب من لجنة الإدارة والعدل حاليا تسحب القانون نهائيا. أزمة السكن مش بين وبين المالك، أزمة السكن ناتجة عن سياسة هذه الحكومات. أنا المشكلة بيني وبين الحكومات مش بين وبين المالك. عبكرة يكون في حل أزمة السكن بروح لصاحب البيت قول تفضل يا خي خد بيتك وهي أجاره وهي حبة وردة، وردي حلو كتير وأنا طالع وهو أنت دبر حالك وأنا في بيت أسكن فيه، مش متمسك له بالبيت أنا. لقلك شغلة، هو السكن والعمل والطبابة والتربية هودي أربع مسلمات على الدولة، هودي مرتبطين ببعضهم، هودي على الدولة هي تأمنهم أكيد. نعم. ما طلع ولا قانون إيجارات لليوم رضي. نعم. المالك أو المستأجر. نعم. للأسف. هلأ بدي أقول لك، إذا لجنة الإدارة والعدل ترجع بتسحب هذا القانون ترجع بتعيد تعيده، بعرف إنه في قانون هلأ صادر وماشي، ما بعرف إذا في نية هلأ عند لجنة الإدارة والعدل إعادة النظر بقانون الإيجارات. بعرف إنه المستأجرين القدامى عاملين شكوى وطالبين بإعادة النظر. نعم.
ولكن اليوم ان شاء الله يعني يكون في إعادة نظر بهذا القانون. والا نحن ماشيين للاسف على شو بدي اقول لك، ما في جواب اكثر من هيك، لانه بالقانون ماشيين على الجمر، هذا القانون الحالي ما فينا ما نمشي الا عليه، عرفت؟ هلا انت وغيرك اليوم في ازمه، في ازمه ماليه، ما حدا عم يقدر يدفع شيء، ما في يعني اليوم بهاي الازمه اذا بتستمر بهالشكل هيدا، ما بعرف المواطن اللبناني كيف بده بهالمعاش اللي عم يوصل له بالقطارة كيف بده يقدر يكمل حياته. هذا اللي حكيته ببداية الحلقة اليوم، نحن ما فينا نعيش تأنين بكل شيء وقطارة، هيدا ما بيمشي ولا ممكن يمشي. تركيبة البلد ويوميات اللبناني ولا ممكن تقدر تستمر بنهج القطارة والتأنين بكل شيء. أهلا وسهلا فيك، يعني إن شاء الله بيكون في إعادة نظر إن شاء الله. في اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا مسيو. أنا نادر بعد على ريبيكا. أنا عم بسمعك على التليفون. ايه تفضل ريبيكا، معك عم تحكيني من ألمانيا. أيوة. شو عندك تفضل. حدثك ريبيكا. ايه ريبيكا، نعم تفضل. انا حكيت معك قبل شي جمعتين ثلاثة كرمال عندنا ارض ورثة بخلدة، صحيح بتذكري؟ بتذكر. وهيدي الارض نحن دفعنا ضريبة فيها، انا رحت على لبنان ومضيت بالبنك عودي وفتحت حساب هونيك ودفعت ضريبة للحكومة حتى يبعتولي المصريات على بنك عودي. نعم. هذا صار لي سنتين أنا وناطر وما بعرف شو ما نعمل. تقريبا 19,000 يورو دفعت من جيبتي حتى روح على لبنان وأدفع ضريبة وكل شيء، وهلأ ناطر شو بنعمل. كان بدي منك رقم العقار، رقم الملف، رقم شيء. ايه بعطيك كل شيء. ايه لانه بنقدر نعمل لك ايميل ونشيك على الايميل، بعت لك ايه هون ترمني على الميل حتى نشوف يعني اذا بدنا نتابع، يكون في امامنا رقم العقار، رقم المعامله، نشوف وينا وليش هالتاخير سنتين. اوكي لا بدي اشوف من سنتين صاروا معلش، بس انا بعطيك هلا لاني انا صرت كبير بعمري، العمر كله بنتي. اوكي كل شيء اذا بدك. اوكي على الميل، احنا رح نحط ميل البرنامج على الشاشه، فيكم من خلاله تتواصلوا معنا. اوكي اذا عم بتشوف انا بعطيكي بنتي لان ما بفهم فيهم كثير. اوكي ممكن تحكي مع بنتي. هلا عرفت شو الموضوع، اذا شيء يعني عم ياخذوا، حطينا الميل على الهواء. نحن اذا عم تشوف التلفزيون هلا حضرتك عم تشوفنا على الام تي في، حطينا على الشاشه هلا الايميل تبع البرنامج، على هيدا الايميل بكون تبعتوا لي هالمعلومات. واضح عندك الحل؟ عنا ام تي في ات ام تي في دوت الحل عنا. ستيفاني جود مورنينج، ام ذا دوتر، كان يو جيف مي ذا ايميل ادريس؟ يس اوف كورس. الايميل على الشاشه عم بتشوفوه، الحل عنا ات ام تي في دوت كوم دوت ال بي. الحل عنا at mtv.com.lb. اوكي صورة اليوم نشوفها سوا. على مذبح الوطن ارتقيتما، هيك نعت قيادة قوى الأمن الداخلي الشهيدين الرائد الشهيد جلال شريف من اليموني والمؤهل زياد العطار من بلدة شعف في البقاع الشمالي. يواروا الثرى غدا الساعة 1 في مسقط رأس. طبعا نحن بننحني أمام شهدائنا، وبالتالي هيدي هون هيك بين هلالين اسمحوا لي أقول إنه الأزمة أزمة كتير مهمة، هي أزمة سلاح متفلت وأزمة تاني اكتزاز السجون. يعني هودي النقطتين أمام الحكومة الجديدة مفروض اتخاذ إجراءات اليوم قبل بكرة. الموعد بيتجدد بكرة مع الـ MTV. الحل عنا، إلى اللقاء.